السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، نتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله بغيتكم تحمسوا واحد شويه ونوضوا كاملين ان شاء الله. اللي عنده شي ما يتخمل تخملوا، اللي عنده شي ما يتساس تسوسو، ونوضوا نضرو شويه بدويراتنا. كاينه الشميشه زوينه البنات. المهم انا دابا غادي نخمل الصالون، غنبدل الطلامط، غنبدل كل شيء، وانتوما غتبقاو معايا. ولكن انا ما بغيتكمش تفرجوا فيا، بغيتكم حتى نتوما تنوضوا تحمسوا كل شيء. كاينه الشميشه، الجو زوين، كل شيء نوضوا مع بعضياتنا، تفرجوا وفي نفس الوقت نوضوا. يلا تبعوني. ودابا البنات قبل ما نبداو نشقاو، وحنا كنشقاو نستغلوا الوقت. فاش نستغلوا الوقت نديروا ماسك ونحيدوه، ونعاودوا نديروا ماسك ونحيدوه، وحنا خدامين وحنا في نفس الوقت كنتهلاو في البشره ديالنا. واخا انا من النوع اللي كنفضل ندير الماسكات وندير اي حاجه لوجهي كنفضل نديرها في الليل، ولكن دابا خدامه من بعد ان شاء الله بغندوش دايره الدواء جل شعري. ودابا غنشارك معكم هاد الماسكات اللي زوينين، الماسك الاسود والماسك الذهبي. ها هما البنات كما تشوفوا، هما هادو راهم زوينين. المهم الماسك الذهبي يساعد على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة، زائد تفتيح الوجه. وهاد الكحل البنات كيحيد الرؤوس السوداء وكينقي هو الوجه. اذا اوكي الريفو، اذا نبداو بهذا اللي كيحيد الرؤوس السوداء ونكملوا بهذا. ندير الماسك وعاد نمشي نشوف تمارة. مهم في نفس الوقت راني خدامة وفي نفس الوقت نتهلق وجهي كما قلت لكم البنات. لينا سبيت كما كتشوفوا، انا دابا غنابليكيه على وجهي. هاد الماسكات صيفطاتهم ليا اختي، والصراحة جربتهم زوينين وقلت غنشاركهم مع البنات. ما تخلعوش راهم زوينين للوجه. مهم وانا كنشقى في نفس الوقت نتهلا في راسي، باش بعدا حتى لا شقيت نشقى وانا ناشطه، ماشي نشقى وانا مشعكه وراسي مشعكك ووجهي ما عاد كيداير. لا، نشقى وانا في نفس الوقت مهليه في راسي، باش حتى وجهي مني نشوفو يجيب لي الحماس ماشي يجيب لي الكآبه. كما تشوفوا انا دابا غنابليكي هاد الماسك، ومني غنبغي نحيدو البنات غادي نشاركو معكم نوريكم كيفاش كيتحيد. راه كيجي راه زوين، عرفتي بعدا غير ريحتو كتبقى واحد الريحه. وناتي مولينا نو، بعدا غير مني كيتحيد البنات عرفتي واحد الريحه خطيره جدا، واحد الريحة زوينة بزاف بزاف بزاف. المهم بلا ما نبقى نضيع لكم الوقت غنكملوا على وجهي ويلاه معايا للصالون. وهنا البنات حبيباتي كما كتشوفوا، انا دابا غنضربها بواحد السيقه فاعله تاركه البالكو، باش ما نجي فين نحيد طلامط من السدادر، وبنجي فين نخوي المخاد، يكون البالكو جنشف ليا، نخرج المخيدات ديالي وغادي نخرج السدادر كلشي، غادي نضربو الشميسه. راكم عارفين مره كي خصنا نخرجو الفراش وهكا نضرب فيه شميشه، كتحيد منه ريحه لوميديتا، كتحيد منه ريحه الدار، كتحيد منه ريحه الطياب، كتحيد منه ريحه النعاس، كتحيد منه النفس ديال الانسان، كتحيد منه اي حاجه. والشميشه زوينه للفراش، كتعاود ترجع فيه حتى هو الروح، ترجع فيه الحيويه. ايوا هنا البنات هاني ساليت. Thank you.
وهنا كيما تشوفوا البنات، ها هو حيدناه. عرفتي الا كانوا دوك الرؤوس السوداء كاملين كيتحيدوا، انا ما عنديش الرؤوس السوداء في الصراحه، ولكن مزيان الانسان يديرو. المهم البنات هادو كنديرهم يلا، هادو وصلوني من المغرب وليت كنديرهم قبل ما ندوش، يعني جوج مرات في السيمانه، ولا يعني ملي كنبغي نكون غدا نحكو هذا. اما التدويشه خفيفه وما كنديرهمش، يعني ملي كنبغي ندير هكا، ملي كنبغي نحك كنديرهم. حيدنا دابا هذا، دابا غدا نحط هذا ونرجع نكمل الروينه ديالي. مهم وجهي ما نفرطش فيه، كنشقى ونفس الوقت خدامه مع وجهي. ايوبس هكا الورا كيما كتشوفوا البنات، بلا ما نضيع لكم الوقت غادي نابليكي ونرجع معكم. البنات كيما كتشوفوا هالماسك جا درتو على وجهي، باقا دابا نقدر نهضر شويه، ما بقاش نقدر نهضر. بغيت نشارك معكم واحد القضيه، هادي امونياكا، ما عرفتش واش كاينه في المغرب، المهم الناس اللي في ايطاليا راهم عارفينها. هادي البنات غادي ندير منها واحد شويه في هذا البخاخ، هذا كان عندي وخوا وخزنته كنستعمله. المهم غادي ندير فيه شويه من هاد امونياكا والماء، وهو باش غادي نمسح الجاج. عرفتي البنات كيخرج الجاج واعر. المهم انتم غتبقاو معايا وغادي تشوفوا. وهنا البنات كما كتشوفوا انا دابا هاد البخاخ درت فيه كما قلت لكم الامونياكا والماء دافي، غادي نرشو على الدجاج وحتى الكادر ديال الدجاج كلشي. الامونياكا البنات راها متعدده الاستعمالات، يعني الدجاج، العود، لاي حاجه، الارض، لاي بلاصه مسخه، يعني الامونياكا راها زوينه بزاف بزاف. المهم كما كتشوفوا انا دابا كنمسح، راه ماشي غير الدجاج، راني كنمسح كل شيء، يعني الكادر الوسخ اللي فيه والدجاج، كنحاول نمسح كل شيء، راها زوينه بزاف بزاف. المهم خليكم معايا وهانتوما تشوفوا. Cari, sei nata.
ما نقولش لكم البنات على نعومة والرائحة، الريحة واعرة، عرفتي ريحتهم واعرة هاد الكريمات، ما نقولش لكم كيف دايرين. مهم كما تشوفوا هنا بقى واحد شوية الكحولية نلصقية في حاجبي كما شفتوا البنات. هالماسكات درتهم، ندوركم الضو شويه. مهم هانتوما شفتوا، دابا غادي ندير هاد المرطب وندير لونتي ساون ونمشي. هذا البنات هو ديال تحت العينين، وهنا هو هذا، ها هو ديال سيان، هادو كيتباعوا البنات في ليدل، وهذه الكريمه ديال النهار. المهم غادي ندير هذه مرطب، غنديرهم دابا صافي وغنمشي نكمل الشقه ديالي. عرفتي البنات واحد لابو ما نقولش لكم كيفاش دايره دابا، عرفتي نقيه بزاف ورطبه وواحد الرائحه واعره، وهذا حتى هو الكريمه ريحتها واعره بزاف بزاف بزاف. المهم انا دابا كملت، الله بشرتي نقيتها، دابا لا بغيت ندوش غندوش بشرتي دابا نقيه. جا في الليل البارح درت المقشر، ما شاركتوش معكم حيت درتو غير بالزبده. دابا غادي ندير هذا تحت عيني وفوق عيني صافي، وغادي نمشي نكمل الشقه ديالي. بالنسبه للبنات لهذيك امونياكا اللي درت في البخاخ هي والماء، كما شفتوا انا راه استعملتها حتى العود، راه كتخلي العود كيشعل الجاج اي حاجه. انا كوزينه عندي في العود، والصالون اللي عندي في الصاله في العود، راه مسحتها كامله خلاتها كتشعل والجاج كذلك. مهم من بعد ملي غنفرج وداكشي غنوريكم الجاج كيفاش خرج. وهنا كما كتشوفوا البنات غادي ندوز سبيرا بولفير على الزربيه، نحيد الوساخ ونشطبها، غادي نشطبها مزيان كما كتشوفوا القناه تحت من الزربيه. المهم غادي نحاول نحيد كاع الزبال وكاع الاوساخ اللي كاينين، وعاد من بعد غادي ندوز واحد الجفاف ونخلي الارض تتنشف، وعاد غادي نمضي ان شاء الله نرجع في السدادر اللي ديجا راهم شبعوا شمش. مهم البنات انا مازال ما كملت الروينه ديالي، ولكن ما يمكنش نطول الفيديو بزاف باش الناس ما يملوش. المهم بقاو معايا غنكمل الجزء الثاني ديال التخمال، كيفاش غادي نفرش اشنو غندير من بعد. المهم بقاو معايا غنكملوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات خليو ليا في التعاليق، نبقى نشاركهم معكم هكا في ما نخمل. هادو فيديوهات يعني تحفيزيه بالنسبه للبنات اللي باغا تشقى وعيانه ومتكاسله، وهذا هكا بحال هكا نعاونوا بعضياتنا، نديروا الحماس مع بعضياتنا باش كلشي يشقى. مهم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، كما قلت لكم غادي نكملوا الجزء الثاني ديال التخمال. يلا بسلام عليكم.